مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم زينه زين، برنامج الموضة والجمال. في حلقة اليوم غادي نتعرفوا على لي كوليكسيون ديال لا غالري لافايت، غنتعرفوا على أحذية، على دي ساك وعلى قطع اللي متكونين منهم هاد لي كوليكسيون. غادي نتعرفوا كذلك على المكياج اللي دارج هاد الموسم، شنو هما الألوان وكيفية المكياج ديال فصل خريف وشتاء 2012-2013. فقرة غلوكينغ غتكون معنا مشاركة كيف ما العادة اللي بغات تبدل اللوك ديالها. وقبل ما نختموا الحلقة ديالنا غادي نقوموا بجولة باش نتعرفوا على الجديد في عالم الجمال والموضة، نشوفوا لي كوليكسيون ديال غالري لافايت. من جديد وكيف العادة تتسافر بينا غالري لافايت إلى عالم الأناقة والموضة العالمية من خلال استعراض جديد لتوندونس الخاص بموسم خريف وشتاء 2013. عرض الأزياء جاب نكهة خاصة قدمت من خلال غالري لافايت آخر مستجدات وإمضاءات أروع المصممين العالميين. وكيف ما كنلاحظوا أن ليلوك ديال هاد الموسم طغات عليهم مجموعة من لي توندونس، والمجموعة جات ما بين ليلوك ماتان أوربان لونيو إليغانس بلا ما نساو لي توندونس تي بارتي إي لوازو دو نوي. بالنسبة للملابس فهي جات ما بين دي فيست سراول مع عاطف من الجلد والفرو، بالإضافة لقمصان حريرية وبلوزات صوفية. الفساتين حتى هي جات من الحرير والصوف وكلها مصممة بشكل جذاب وناعم. من جهة الألوان فاللون الأسود والرمادي والأخضر كانوا على الموعد. باختصار لي توندونس غالري لافايت لهذا الموسم تتخطف الأنظار بالجاذبية ديالها. بالنسبة للماركات العالمية اللي كانت حاضرة على البوديوم بقوة واللي تألقات من خلال هاد لي توندونس كنلقاو فيندي، فيرساتشي، كينزو وجون بول غوتي وغيرهم من المصممين العالميين اللي كيقدموا لنا في كل موسم تصاميم بديتوش من نوع خاص. الإطلالة ما كتكملش بلا أكسسوار وأحذية وحقائب، وحتى هي جات بجديد وأروع التصاميم من خلال جيمي شو، جيفانشي، سيلين، كلوي وسيرجيو غوسي. أسلوب الانفراد والتميز لهذه التصاميم تميز بالدقة ما بين تنوع الأقمشة والمواد والتفاصيل اللي رجعت حصرياً هذه السنة، واللي تتسمح للسيدات في الحصول على إطلالة من نوع خاص تجمع ما بين ليليغانس إلى سوبر. سواء الإطلالة الصباحية أو المسائية كنوا ديما مع الموضة، ونضرب لكم موعد جديد مع عرض جديد من عروض غالري لافايت. من خلال لي ديفيلي حنا كنتعرفوا على لا توندونس ديال الماكياج اللي دارجه في كل موسم. حنا شفنا لي بوديوم واللي يمكننا نقول لكم هو انه الالوان الساخنه والغامقه هي اللي دارجه هذا الموسم، وكندخلوا عليها اون توش فلاشي. نشوفوا هاد الصور باش نتعرفوا على لا توندونس ديال الماكياج اللي دارجه هذا الموسم. المنتوجات ديال التجميل متعدده ومتنوعه، والكثير من السيدات كيحلموا يكون عندهم بزاف ديال الماكياج. باش تختاروا المنتوجات المناسبه لكم تبعوا معنا النصائح ديال المختصين. هاد الشتا سي عندنا لي كولور ان بو انتونس، يعني لي كولور مجهدين بحال لو بلو، لو فير كاكي، لو نوار. ما عندناش بزاف لي في بايتي، لي في هذا عندنا شويه لي في ساتيني ان بو مي با سور على العينين كاملين، جوست سور لو كوين انتيريور. او نيفو دو تان هاد العام عندنا لو تان ناتوريل تون سور تون، يعني لا ميم كولور. ما بقاش عندنا داك لي في ديال خصو يبان لو تان تري، كاين بزاف د الفرق بينو بين لوكو ولا شي حاجه، سي لا ميم شوز، سي ان بو تري ناتوريل اون بو دير سا. Pour les fards à paupières, on a les couleurs naturelles, les couleurs de terre, couleurs couchées de soleil, tout ça. Ou en même temps, on a la couleur des fards à joues, quand on met la couleur les couleurs des fards à paupières, on peut utiliser le même maquillage. Cette année, pour le khrif 2012, on a trois couleurs. تقريبا هاد ثلاثه الالوان كيمثلوا كاع الانواع ديال الماكياج اللي ممكن نديرو بوغ هذا. كنبداو من اللون لو بلو ناتوريل اللي تقريبا طبيعي، كنبان بحال ما دايرين حتى شي حاجه على فمنا. سي سيت كولور هادي سي اون كولور تري ناتوريل، كنديروها بوغ تو لي جور، بوغ الا كنا فحال هكا غير خارجين بوغ نمشيو للخدمه ولا شي حاجه. من بعد عندنا كنسميوه في لونغاج ديال الماكياج ان روز ستاندار، يعني هو لي واحد الغوز اللي هو نقدروا نخدموه مع كلشي، نقدروا نديروه بوغ ماكياج دو جور، بوغ ماكياج دو سوار الا كنا بيان ماكيي لي زيو، اللي هو هذا. من بعد عندنا لا كولور لا بلوز انتونس اللي عندنا سور لي روج ا ليفر، سي هاد لا كولور. هذا سي ان روج بوردو دراماتيك
سي ان بو فيه ان ميلونج فيه واحد الخليط ديال الالوان اللي كنديروا سي غاده بحال بحال ان ماكيور بروفيسيونيل اللي داروا لينا. الان عرفنا لي طوندونس ديال هذا الموسم والماكياج اللي صالح لينا، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوهم، نكتشفوا التقنيات باش نحصلوا على ماكياج زوين في هذا فصل الشتاء. دابا غندوزو لابليكاسيون ديال فون دو تان، نختارو ديما لا كولور اللي كتجينا مطابقه مع باش ما يكونش ديكالاج ما بين العنق و لو فيزاج. ليفي نيود كيجي من لو فون دو تان، لا تيكستور ديالو كتكون خفيفه، ولا كان شي عيوب في الوجه سي لابليكاسيون كنديرو المره الاولى وكنعاودو غير البلاصه اللي فيها المشكل كنعاودوها اون تابوتون. لا باز كنديروها في سورتو لا بوبيير، على لا بوبيير موبيل كلها اللي كتحرك. دابا باش نديرو لا كولور فيوليت، ديما في الباليت ديالنا ديال لي فارا بوبيير كيكون عندنا يا ثلاثه الوان يا اربعه الوان، كيكون لو ديغرادي لا كولور، لا كولور فونسي، لا موين، لا بلو كلير، اي بيان سور لا باز ديالنا. غنبداو بلا كولور موين، غنديروها في لا بارتي تقريبا حتى النص تاع العين اون استامب. هاد لا بارتي ابري كناخذو لا كولور فونسي هي باش كنحددو العين. من بعد ما سالينا لو ميلونج دي كولور غادي نحطو اللون الابيض في لاركات سورسيليير تحت، كنبداو من المنتصف تاع الحجم ما كنديروش من هنا، من النص ديال الحجم. دابا غناخدو لو فارا بوبيير لا كولور الغامقه فيهم اللي درناها خدمنا بها هنا، غنديروها في تحت من العين باش نكبروا العين. غناخدوها من النص تاع العين ونخرجوها اون استامبون. بالنسبه للليف غنديروا شويه ديال لانتي سيرم ولا الكونسيلر او نيفو دي ليف باش نحددوهم، باش لا كولور تجي لا ميم كولور اللي كنشوفو. لا كولور اللي حطينا هنا هي لا كولور اللي لقاو سور لي ليف، وباش كنخرجوا حتى لي ليف باش كنعطيو لو فوليوم قبل ما عطينا الضو هنا لو فوليوم. دابا غادي ندوزو لو كريون، لو كريون باش نحدو لا ليف باش لو روج ا ليفر ديالنا ولا لو غلوس ديالنا ما ينزلش. ملي كنبغيو نديرو الشفه الفوق ديما كنبداو من هنا من تحت باش كنعطيو هاد لا فورم. فقرة غلوكينغ لهذا الأسبوع معنا مشاركة اللي عندها ان ستيل روك واللي كيعطيها ان لوك ماسكولان. حنا غادي نعطيوها نصائح باش تحافظ على هذا لو لوك اللي واتاها وباش تبرز الأنوثة ديالها أكثر. خليكم معنا نشوفوا الغلوكينغ من خلال الصور. يوم في الغلوكينغ معنا زينب، عندها 20 عام وبغات تغير ستيل ديالها. صباح الخير، مرحبا بك زينب معنا في الغلوكينغ هذا الاسبوع. قبل ما نبداو بغيتك تقولي علاش بغيتي ديري الغلوكينغ. بون بغيت ندير الغلوكينغ باش نبدل لوك ونعرف لي طونطونس اللي خارجين 2013 2012، و اوسي بغيت مون ستايل يولي بلو روك و بلو فيمين. حنا ديجا تنشوفوك روك شويه فيمين، دونك بغيتي تخلي لوك روك تكوفي شويه ديال الانوثه كما تنقولوا. وبالنسبه للشعر ديالك شنو التغيير اللي بغيتي ديري؟ سورتو نيفو دو لا كولور اي باش نعرف الماكياج اللي كيجي مع مونطون. ايه دونك قبل ما نعطوك حنا النصائح نبغيك انتيا تختاري ليا اون تونو اللي في نظرك روك و ان ميم طون عندها داك اللمسه الفيمينين وتقيسيها لينا، ومن بعد نشوفوا واش غاتجيك تجيك مزيانه ولا لا. واخا يلا. نبداو اولا بالستيليزم، كنخليو المشاركه ديالنا تختار وكنحصلوا على بزاف ديال لي تجي. You're staying for the weekend. Swaying like a smoky grave, a drink in the pot.
زين بهذه اللبسه اللي اختاريتي انت في نظرك هذه هي لبسه روك وي حيتاش هذه بحال هكا ديما كنخرج حيتاش ديما سوا لا فاكس سوا سبور دونك ديما كنكون دي كونتراكت وفينا هي ديك لا توش فيمينين فوالا داكشي علاش جيت باش نعرف دونك روك بالنسبه لي توني روك لي روك وحنا غادي نوريوك كيفاش يمكن لك تعطي ديك اللبسه فيمينين لون توني روك دونك نبداو باللبسه الاولى ونشوفوها كي غادي تجي يلا زين بهذه اللبسه الاولى اللي اختارينا لك في نظرك واش حسيتي بلا كاينه هذيك لا توش فيمينين سي كاينه لا توش فيمينين او ميم طون كاينه ديك لا تراس ديال لو روك فين جاتك انت لا توش فيمينين سي سورتو او نيفو دي اكسسوار و بور لو روك اي او تالون اوسي لي بيتي تالون باش تبقاي مرتاحه مع انت كتمشي بالنسبه للمدرسه وهذا كيف ما قلتي لي زاكسيسوار هما اللي عطاوك هذيك اللمسه انثويه اللي يمكننا نقولوا اللي تزادت على هذيك لا توشو كيف ما كنشوفوا لي ليغين نوار لي بوتين وطبيعه الحال هذاك لي شارب حتى هو تعطي واحد لو ستيل دونك يمكن لك تلبسي لبسه عاديه سامبل روك ولا ماشي روك وتعطيها دي زاكسيسوار بحال هكذا كتعطي هذيك اللمسه الانثويه كيف ما قلنا دونك مقتنعه بهذه اللمسه الاولى ندوزو للثانيه زين بهذه اللبسه الثانيه اللي اختارينا لك كيف ما كتشوفي هي روك او ميم طون شيك كلاس شيك بهاد لا فيست اللي اختارينا لك كيف ما كتشوفي لا شوميز حتى هي لو تيسو ديالها حتى هو كلاسيكي كيف ما كنشوفوا ولا توش روك كنلقاوها في السروال اون جين سيغي وبلي زاكسيسوار اللي تا هما تقريبا بحال دي كلو باش يعطيونا هذيك اللمسه روك شنو يمكن لك تقول لنا انت على هاد اللبسه دونك اول حاجه لي كولور سي نوفو بور موا انا ديما شوي بلوتو كولور فونسي على كولور كلير دونك سي كلاس او ميم طون عندو ديك لا توش روك جباتني دونك شفنا لي توني بجوج بقاتنا اللبسه الاخرى وهي الثالثه نلبسيها ونشوفوها كي غادي تجي زين بهذه هي اللبسه الاخرى واللبسه الثالثه كما تنشوفوا روك وبالنسبه للاج ديالك وي سورتو لا كولور فوالا لا كولور جاتك زوينه كما تنشوفوا لا بتيت روب فيها لا دونتيل من الفوق زدنا عليها هذا لو بيرفيكتو بحال هكذا هو اللي عطاها هذاك اللمسه روك بلي بوتين حتى هما فيهم داك السنيسله لي كولون اي سون مانيفيك كيف ما تنشوفوا و لي اكسسوار بطبيعه الحال باش نزينوا اللبسه شنو يمكن لك تقول لنا انت عليها بون هذه اللبسه هي اللي عجبتني بارمي تو لا 3 دونك جو تخوايم مرتاحه فاش اللي عجبك اكثر سورتو لا روب سي فيمينين اي اون ميم طون مع هاد بلوزون سي روك سي روك دونك حنا دابا شفنا 3 توني روك فيمينين دابا سالينا المرحله ديال الحوايج غادي ندوزو للشعر والمكياج يلاه لو بيرفيكتو بالجلد رجع بشده هذا الموسم نشوفوا كيفاش ومعايا اش كيتلبس النجوم كيحماقوا على لي بيرفيكتو في 1920 بان اول بيرفيكتو في نيويورك جات سميتو من الماركه المفضله ديال لي سيجار ديال لو كرياتور ديالو البيرفيكتو ديال الجلد مازال على مود حيت كيتلبس مع كلشي وكيعطي دي لوك مختلفين اللي معروف هو اللون الاسود ولكن اليوم ولينا كنزعمو على الالوان بحال الزرق الاحمر ولا الكاكي اللي كيتلبس مع الجين سليم ولا سروال قصير قميجة بيضاء ودي بوت عاليين الا بغينا ستيل روك يمكن لينا نلبسو معاه دي بوت موتار اللي كيبدلو لو لوك بلا ما نحتاجو لبزاف ديال لي اكسسوار هاد الموسم كنزعمو ايضا على الخليط بين لو بيرفيكتو ولا روب ولا لا جوب واخا المزيج بين الجلد ولا دونتيل ما كيجيش فهاد الموسم كلشي ممكن نفضلو ساية قصيرة مع بيرفيكتو نوار من الجلد باش يكون لو لوك متجانس ونزيدو عليهم دي كولون كحلين ودي بالرين في النهار اولا دي تالون في الليل
ودابا خصنا نتكلفوا بالشعر ديال زينب. نشوفوا الاقتراحات ديال الاختصاصيين. Bah écoute, moi ce que je vais vous conseiller, je vais pas vous couper beaucoup les cheveux parce qu'ils sont frisés et tout. Mais par contre, on va se baser sur une très jolie couleur. Donc je vais vous faire vous éclaircir les pointes et après je vais vous faire juste un petit shampoing colorant sans ammoniaque. D'accord. On a un thème rock avec une petite touche féminine. Bah, elle sera féminine parce que ça va être clair, ça va être rock. C'est. D'accord, ok. C'est de plus en plus clair, ça va être très beau. Ça marche. باش تبان لا كولور مزيان في الشعر كامل ضروري من البروشين. دونك منير ديتي الصباع ديال زينب كيف ما تنشوفوا كانك واحد لا تكنيك سبيسيال شنو كدير دابا؟ فوالا لا اون ايساي دو كليرسير ان بو pour avoir plus de lumière sur la base. D'accord. Et on insiste vraiment au niveau des pointes pour avoir plus de dégradé de couleur. D'accord. Et pour que ça fasse plus naturel, ça va faire comme un coup de soleil quoi. On va voir un Ça va pas donner un effet de mèche donc artificielle, voilà, des mèches vraiment tracées et tout ça. On cherche toujours l'effet naturel, en insistant au niveau des pointes, sans insister au niveau de la racine, pour avoir plus le dégradé de couleur. Je pense que la technique, c'est les racines, mardi chiban ou bizarre. Voilà, ça donne pas vraiment un effet de racine après, et c'est beaucoup moins agressif pour les cheveux. لي ماش لا كوب صباغه وسوان الاختصاصيين مهليين في الشعر ديال زينب باش يحصلوا على اللون المثالي. منى كيف ما كتشوف معنا لابو ديال زينب شنو يمكن لك تقول لنا عليها وشنو الماكياج اللي كتقترحي عليها؟ الوغ الحمد لله لابو ديال زينب الحمد لله ما كاين ني تاش ني ريان دو تو. غادي نديرو لها ان تي ماكياج ناتوريل اللي غيجي مع لاج ديالها. غادي نترافاي ان بو لي زيو اي لا بوش غنديرو اون بوش ناتوريل. و بور لي زيو شنو لي كولور اللي كتقترحي علينا؟ غنديرو اون كولور مارون دوري اللي غادي يجينا مع لا كولور ديال لي شوفو ديالها و بوغ سورتيغ لا كولور ديالها. فوالا وي داكوغ نبداو داكوغ ميرسي. بالنسبه للمكياج ما كاينش لاش نشارجيوه. المشاركة ديالنا يلا عندها 20 عام، إذا كنوحدوا اللون البشرة ديالها بلو فونتا وكنسلطوا الضوء على العينين. دوك راه كيف ما كتشوف معنا زين ما عندها لي شوفو بوكلي ولكن لي بوكل ما مقادينش، شنو النصيحة اللي يمكن لك تعطيها باش تقاد لي بوكل ديالها؟ النصيحه اللي غنعطيوها وهي كنبلوا الشعر هو الاول ومن بعد كناخذوا واحد شويه ديال السيروم كنديروه في الخصلات ديال الشعر ديالها كلهم ومن بعد كناخذوا لاموس وكنديروها حتى هي فوق من السيروم باش منين كنشفوه كتخرج لي كيخرجوا لنا لي بوك ناتوريل ما مشوكينش. كنصح بها زعما كاع السيدات اللي عندهم الشعر ما كيبغوش يديروا البروشي ما كيبغوش يديروا البروشي. ومن أجل العناية بالشعر تبعوا معنا النصائح في هاد الكابسول. إذا كان عندكم الشعر بوكلي بشوية ديال الصبر
تقدروا تحصلوا على لا شوفولور ديال ساره جيسيكا باركور او لا ريهانا بسهوله، حيت لي بوكل ضروري خصهم لي سوان. نتعرفوا على المراحل المهمه باش تعتنيوا بشعركم. اولا اختاروا شامبوان ناعم على الشعر وفروه الراس، من الاحسن ما تغسلوش شعركم كل نهار وما تكتروش من الشامبوان. ثانيا ما تنساوش لابري شامبوان اللي كيغني الشعر وكيسرح لي بوكل. من بعد الغسيل نشفوا شعركم بفوطه اللي غادي ديروها فوق راسكم بشويه بشويه بلا ما تضغطوا عليه. منين كيكون الشعر مازال مبلل مشطوا لي بوكل ديالكم غير بصبعكم ولا باستعمال مشطه واسعه. الا كان شعركم جاف بزاف تقدروا تزيدوا ان سوان سون رانساج باش ترطبوا الشعر شويه، ولا ان سوان خاص بلي بوكل. من بعد نشفوا شعركم بان سي شوفو اللي فيه ان ديفوزور، واخيرا صفوا الشعر ديالكم خصله بخصله حتى تحصلوا على النتيجه اللي بغيتوا. والان من بعد ما سالينا الغلوكين كنديروا الشوتين فوتو مع المشاركه ديالنا. اللوك ديالها تغير تماما. زينب لابسه كسوة زرقاء من لا دونتيل معاها بيرفكتو كحل من الجلد ودي لو بوتس كيعطيو لزينب ان لوك دو ستار. من ناحية الشعر اللون جديد جا معاها ولي بوكل ديال شعرها ولاو كيبانو حسن من قبل. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلو كينغ من زينزان، ما عليكم إلا تسجلوا في صفحة البرنامج على فيسبوك ولا تبعثوا لنا برسالة عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني في العنوان والهاتف اللي تظهر أسفل الشاشة. من خلال هاد الصور غادي ناخذكم في جولة باش نتعرفوا على الجديد اللي كيخص الجمال والموضة. نشوفوا جميع سوفت ستيراب هو الساك جديد ديال غوتشي في هاد فصل الشتاء 2013. هاد الساك مدهش لدرجة أن غوتشي كتورينا أسرار الصنع ديالو مرحلة بمرحلة. العلامة الإيطالية كتورينا الخدمة الدقيقة ديالو من لاسامبلاج ديال الجلد، الخياطة ديالو، وحتى القطع النهائية ديال النحاس والنقرة اللي كتحط عليه باليد. غوتشي كتدخلنا لكوليس باش نكتاشفو لو سافوار فير إيطاليان. شاين اوتوماتيك هو العكر الجديد ديال غيرلان. هاد احمر شفاه لامع ومرطب كيعطي في خطوه واحده لون ولي بايات. الصيغه ديالو كتحتوي على لاناكر من بزاف ديال الالوان اللي كتعكس الضوء وكتعطي شفاه لامعه. هاد العكر موجود في 12 لون كيعتني بلي ليفغ ديالنا وكيعطيهم ايفي جلوسي. العلامه التجاريه الشهيره في عالم الرقص غيبيتو غادي تطلق الشهر الجاي المجموعه الاولى ديالها ديال بريتا بورتي. من بعد ما حلات مدرسة ديال التصميم ودخلت في عالم العطور العام اللي فات، العلامة الفرنسية دخلت الآن للتصميم. المجموعة ديال غيبيتو مستلهمة من عالم الرقص وفيها 19 قطعة من الملابس مصممة من طرف إيميلي لوبتوك. المجموعة ديال غيبيتو مستلهمة من عالم الرقص فيها 19 قطعة من الملابس مصممة من طرف إيميلي لوبتوك اللي هي المديرة الفنية ديال غوتشي. هاد الملابس كلهم صايبين في فرنسا وإيطاليا بطريقة تقليدية. هاد الخريف الماركة الإنجليزية بيربوري كتقدم لنا جزء من مجموعة المكياج ديالها المكونة من فارا بوبيير، أحمر الشفاه، فونتان، وبودر كومباكت.
الالوان ديال هذه المجموعه غاديه من لونود حتى للبوردو وكتبقى خفيفه كلاسيك وشيك في نفس الوقت بحال الملابس المشهوره ديال بيربوري. في المجموعه كاين ايضا لو فونتان فيلفيت اللي كيخلي البشره اوني ورطبه طول اليوم. حلقه اليوم وصلت للنهايه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا وانكم تكونوا استفدتوا من النصائح اللي عطيناكم. ما تنساوش تبعثوا لنا باي سؤال ولا نصائح اللي بغيتوا تشاركوها معنا. خليتكم على خير ونتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من زينة زين.